وأهم ما ينبغي لمن يتصدر منكم للعلم أن يحفظ بيوت الله عن الهزل. فليست بيوت الله ولا كراسي العلم مجال للنكات ولا مجال لأي أمر آخر. من كتب الله له أن يرقى منبرا أو يجلس على كرسي أو يتصدر في محراب لا ينبغي أن يكون همه إلا شيء واحد، أن يخرج الناس وقد ازداد تعظيمهم لربهم، لأن هذا بيته، فليس لك حق أن تحدثهم عن غيره، إلا أن تحدثهم عن غيره مما يغلب على الظن أنه يعينهم على أن يعرفوا ربهم. أما أن تكون بيوت الله للحديث عن أشياء لا تدعو إلى الله البتة فهذا ليس مكانها بيوت الله. قل ما تريد في أي مكان في أي محفل ويأتيك من يرغب قولك، لكن هذه قال عنها رب العزة: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، مع أن البيع والتجارة من أعظم الحلال، لكن قال: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.